صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد عندنا إمام في الصلاة الجهرية يلتزم في الركعة الأولى بالقراءة من طوال المصحف كالبقرة وآل عمران، وفي الركعة الثانية يقرأ من قصار السور، وهو ملتزم بتلك الطريقة في كل صلاة، والسؤال: هل التزامه ذلك يدخل في دائرة البدعة؟ نعم، إذا التزم هذا وداوم عليه يدخل في دائرة البدعة، لأن من يسمعه يظن أن هذا مشروع، لأنه داوم عليه يظن أن هذا مشروع. هذا أمر لا يجوز، المداومة على شيء لم يرد الدليل للمداومة عليه. نعم. أحسن الله إليكم. ثم أيضا كونه يقطع القرآن يقرأ من البقرة ثم يقرأ من سورة أخرى، الأولى والأليق أن يتابع الآيات، فإذا قرأ الآيات الأولى يقرأ بعدها الآيات الموالية لها من السورة. نعم.